بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأولين والآخرين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والقرابة والتابعين ومن سار على نهجهم من مبارك بهدى وتقى وصدقا ويقينا وحقا واتباعا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد من شروح كتاب الصاحبي في فقه اللغة العربية للإمام أبو الحسين أحمد بن فارس رحمه الله تعالى، وهو كتاب جليل القدر وعظيم النفع في باب فقه اللغة العربية. ونحن اليوم في باب الكلام في حروف المعاني، الحروف التي لها معاني متنوعة ومعاني كثيرة ومعاني مختلفة، وما يستفاد من هذه المعاني. وبدأ كلامه في الكلام عن باب أم، وهي كما ذكر المؤلف حرف عطف، والعرب تقول أم بفتح الألف وإسكان الميم، وهي حرف استفهام، والمعنى كما يقولون العرب أنها تأتي استفهام بعد استفهام، وبعضهم يفسرها في باب أو ويقول بأن معناها أو، ويقول بأنها أيضا تعطي معنى بل، ويكون الاستفهام ببل بعينها، كقولك أم عندكم غدا حاضر، أي أعندكم. وتكون أم في مبتدأ الكلام في الخبر، وهي لغة من لغات أهل اليمن، فيقول قائلهم هو من خيار الناس، أم يطعم الطعام، أم يضرب الهامة. هنا يخبر عن رجل ويصفه بخيار الناس، ثم يبتدئ ويقول أم يطعم الطعام أم يضرب الهام. وهنالك أما تأتي للاستفهام، استفهام الذي يطلق عليه باستفهام الجحود، في قول القائل أما تستحي من الله، أي إنك جحدت نعم الله عز وجل فلم تستحي منه، أما تستحي من الله. وتقول أما عندك زيد، وتقول إذا قلت مثلا أما إنه لرجل كريم، وأما والله لأن سهرت كل ليلة لأدعنك نادما. هنا أما والله لأن سهرت كل ليلة لأدعنك نادما جاءت وأعطت معناه من معاني الترك أو الذم والجحود. وإن قلت أما إنه لرجل كريم، فهنا أعطت معنى المدح، وهو خلاف الذم، خلاف الذم. وإذا جاءت أما في نحو قول القائل تجهز، فإما أن تزور فلانا وإما فلانا، فهنا أعطت ماذا؟ أعطت معنى التخيير، أعطت معنى التخيير. وأم في المعنى يرى بعض علماء العربية بأنها تكون ردا على استفهام، ردا على استفهام، وهذا الرد على الاستفهام يكون فيه وجهين. الوجه الأول أن تفارق معنى أم، والوجه الآخر أن تستفهم بها على جهة النسق الذي ينوي به الابتداء، كالابتداء المتصل بالكلام. فيقولون مثلا قول الله عز وجل في مثال رب العالمين، أم يقولون افتراه،
بل هو الحق، بل هو الحق، بل هو الحق من ربهم. فهنا جاءت أم، لم يقولون افتراه، هنا ماذا جاءت؟ جاءت بمعنى هل يقولون، وليس فيها يعني هنا قالوا ليس فيها استفهام دليل على أنه استفهام مبتدأ في الكلام. وفي قول الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم، هنا جاءت بصيغة السؤال، جاءت في صيغة السؤال. وهكذا وكذلك في قول الله تعالى وقالوا ما لنا، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم، وهكذا. وأم كما يذكر الإمام أحمد ابن فارس رحمه الله تعالى بأنها تأتي، بأنها تأتي ألف استفهام كقول الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم، بمعنى أتريدون، وتأتي أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هنا جاءت أفادت معنى الظن، فقيل أظننت يا محمد هذا من عجائب ربك، وقال بعضهم في أحسبت أيضا، قال بعضهم بأنها ألف استفهام. ثم انتقل إلى باب أو، وذكر بأن أو حرف عطف، وأو لها معاني، لها معاني أخرى، يعني تعطي معاني أخرى غير العطف، وهي من المعاني. ولكن حقيقة في باب أم هنالك كثير من المعاني، أم وردت في القرآن الكريم بمعاني كثيرة جدا يعني، ولكن أكثرها الاستثناء والشرط والجحود، وهي مسائل قد ذكرناها. أو حرف عطف يكون للشك أحيانا ويكون للتخيير أحيانا، وأو قد يكون بمعنى بل، ومن ذلك قول الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، 100,000 أو يزيدون. وقال بعض العلماء إنه أو ها هنا بمعنى بل، إلى 100,000 بل يزيدون على ذلك. وكذلك في أو حرف عطف لأحد الأمرين، بعضهم يقول عطف وتخير، وبعضهم يقول إبهام وتخير، ويكون أحيانا للاشتراك في بعض المواضع. فللإبهام مثلا تقول رأيت زيدا أو عمرا، رأيت زيدا أو عمرا، هنا أو أعطت معنى الإبهام، الأمر مبهم، من الذي تقول رأيت زيدا أو عمرا، يبقى الأمر مبهما غير واضح، ويبقى في الأمر شكا والمعنى مبهم. أو تعطي معنى التخيير كقولك خذ تفاحة أو برتقالة، تخيير، خذ فرسا أو حصانا، تخيير، قول الله تعالى أو كسوته، تخيير، قول الله تعالى أو يسلمون، تخيير. وهنا أعطت معنى التخيير. وقد تعطي معنى الاشتراك كقولك إيتي بغداد أو البصرة، أو إيتي دمشق أو المغرب، هنا اشتراك، ليس الغرض أنك إيتي واحدة منها، لكن الغرض هنا إيتهما كلاهما، لكن ابدأ بأحدهما. ومن ذلك قول الله تعالى في القرآن إثما أو كفورا،
إثما أو كفورا، أي لا تطع واحدا منهما. وتأتي أو بمعنى بل، مثلا في قوله أو يزيدون وهذه ذكرناها، أو أيضا من ضمن معانيها إنها قد تأتي بمعنى الواو، قد تأتي أو بمعنى الواو. يقولون وهذا خاص عند الحذاق في اللغة العربية، لأن الواو للاشتراك وأو لأحد الأمرين، الواو تعطي الاشتراك لكن أو لأحد الأمرين، يخيرك بين أحد الأمرين. وقيل هو على التقدير وأو على بابها، أي أرسلنا إلى جماعة الورد وهكذا. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث عن باب إلا وإلى. فأما إلا عند العربي فإنها تعطي معنى لما، ومن ذلك قول الله تعالى الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل، فهنا بمعنى لما كذب الرسل. وكذلك أن تقول أسألك بالله إلا تركتني أو إلا أعطيتني، يعني لما تركتني ولما أعطيتني بمعنى واحد. فتقول أسألك بالله لما تركتني، وتقول أسألك بالله إلا أعطيتني، المعنى واحد. وأيضا الاستثناء قد يقع بإلا، وقد يقع الاستثناء كما يقول علماء العربية بإلا مكررا مرتين أو ثلاثا أو أربعا. والأول يسمونه يقولون حط، والثاني زيادة، والثالث حط، والرابع زيادة. إلا أن تجعل بعض إلا إذا جزت الأول بمعنى الأول، فيكون ذلك الاستثناء زيادة لا غير. العرب تقول إليك عني، أي امسك وكف. إليك عني تعطي معنى امسك وكف. والعرب تقول هاي في الواحدة، في الاثنين إليك كذا وكذا، أي خذ، وإليك كذا وكذا وكذا، أي أفعل كذا وهكذا للتأكيد. والعرب تقول إليك ضاق بها ذرعا، إليك ضاق بها ذرعا، خذ، فإن هذا الأمر قد ضاق. وإذا قالوا اذهب إليك فمعناه اشتغل بنفسك وأقبل عليها. وقد تكون لانتهاء الغاية كقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هنا إلى لانتهاء الغاية. وتكون بمعنى مع كقول الله تعالى ولا تأكلوا مال اليتيم، أي لا تأكلوا مع مال اليتيم مثلا، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا لانتهاء الغاية، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هنا أيضا أعطت ماذا؟ أعطت انتهاء الغاية. وقول الله تعالى من أنصاري إلى الله، هنا أيضا أعطت من أنصاري إلى الله، أي أعطت معنى المرافقة، من يكونون أنصاري ينصرون دين الله. ومعانيها كثيرة جدا. وإلا تكون تعطي معنى الاستثناء، والاستثناء هو إخراج بعض الجملة بلفظ إلا وأخواتها، وهو مأخوذ من ثنيت أي عطفت. والاستثناء يعرف عند علماء العربية بأنه الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها،
والاستثناء هو الإخراج ما بعد إلا، إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها من أدوات باستخدام أدوات الاستثناء، نحو جاء التلاميذ إلا محمدا، هنا أخرج المستثنى قد أخرجه، وهذا المخرج يسمى مستثنى، والمخرج يسمى المخرج يسمى مستثنى والمخرج يسمى مستثنى منه. والأدوات التي تستخدم في الاستثناء هي 8 أدوات: إلا وغير وسوى، سوى بكسر السين، ويقال فيها أيضا سوى، سوى بضم السين، وسواء بفتحها، وخلا وعدا وحاشا وليس، وحاشا وليس ولا يكون. وهنا المستثنى قسمان كما يعبر عنه علماء العربية: هنالك مستثنى متصل وهنالك مستثنى منقطع. المستثنى المتصل الذي يكون من جنس المستثنى منه، ليس خارجا عن نوعه وجنسه، فتقول جاء المسافرون إلا سعيدا، هنا استثنيت سعيد، لكن سعيد هو من جنس المسافرين، هو منهم أصلا، هو من المسافرين لكنه لم يأتي، استثني من هذا، هذا نسميه استثناء متصل لأنه من جنس الشيء المستثنى منه. وهنالك الاستثناء المنقطع وهو الذي ليس من جنس ما استثني منه، نحو احترقت الدار إلا الكتب، فالكتب ليست من جنس الدار، احترقت الدار إلا الكتب، حتى وإن كانت الكتب في الدار فهي ليست من جنس الدار. لكن لو قلت احترقت الدار إلا جدارا فيها، فهنا الجدار من جنس الدار، أو قلت إلا نافذة فيها، فهنا هنا من جنس الدار. والاستثناء يقولون مأخوذ يعني من استفعال، من ثناه عن الأمر يثنيه، أي يصرفه عنه، العرب تقول فلان ثنى فلان عن الأمر، أو زيد ثنى عمرو عن الدخول في المعركة أو خوض المعركة، فهنا ثناه أي منعه أو طرفه عن الأمر. الاستثناء هو صرف لفظ المستثنى من عمومه، من عموم الجملة التي جاء بها، بإخراج المستثنى من أن يتأوله. والاستثناء يجب أن يعرف بأن بعض علماء العربية يطلقون على الاستثناء من جنس الاستثناء عندما يكون من جنس الشيء، أيضا يقولون عنه استثناء حقيقي، لأنه أفاد تخصيص من العموم وأفاد إزالة ظن من عموم الحكم. أما الاستثناء الذي هو من غير جنس المستثنى فهو يقولون استدراك، لا معنى له إلا الاستدراك، وهو لا يفيد تخصيصا، لأن الشيء يخصص جنسه ولا يخصص غير جنسه. ويذكر علماء العربية بأنه لا يستثنى إلا من معرفة أو نكرة مفيدة، فلا يقال مثلا جاء قوم إلا رجلا منهم، جاء قوم إلا رجل منهم، هذه نكرة غير مفيدة، ولا جاء رجال إلا خالدا، فإذا كانت النكرة مفيدة جاء الاستثناء منها، مثلا العرب يقولون جاءني رجال كانوا عندك إلا رجلا منهم، فهو المخاطب فهم المعنى لأنه يعرف الرجال الذين كانوا عنده، فهنا هذه يطلقون عليها بماذا؟ يطلقون عليها بالنكرة المفيدة، ويجوزون الاستثناء من النكرة المفيدة، ما جاء أحد إلا أحمد، ما جاء أحد إلا أحمد. ومن ذلك قول الله تعالى فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، إلا 50 عاما، هذا استثناء جائز، هذا استثناء جائز، وهنا الاستثناء في نكرة، فلبث في قومه، من الذي لبث؟ إلا 50 عاما، لكن الاستثناء طفائي. وتكون
النكرة التي يستثنى منها مفيدة في حالات إذا أضيفت أو يعني إذا أضيفت إلى شيء معلوم أو وصفت شيئا أو وقعت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام. هذه هي الحالات التي يكون فيها الاستثناء جائز في النكرة التي يطلق عليها أنها يجب أن تكون نكرة مفيدة. كذلك يقول العلماء العربية بأنه لا يستثنى من المعرفة نكرة لم تخصص، فلا يقال جاء القوم إلا رجلا كما ذكرنا، فإذا خصصتها جاز، فتقول جاء القوم إلا رجل منهم أو إلا رجلا مريضا أو إلا رجلا كبيرا أو إلا رجلا عاجزا أو إلا رجلا سيئا أو إلا رجلا شجاعا، هذا يجوز أن تخصصت النكرة. كذلك العرب يذكرون بأن الناصب للمستثنى بألا هو إلا نفسها على المعتمد، ويقولون بعضهم يقول هو ما يتقدمها هو الذي ينصبها، وبعضهم يقول لا إلا هي التي تنصبها. والعرب تجوز استثناء قليل من كثير وكثير من أكثر منه، والعرب تجوز أن يستثنى من الشيء نصفه، تقول فلان له علي 100 إلا 50، استثنيت أنت نصف، أو 100 إلا 20. ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، هذا كله استثناء النصف أو الأقل أو الأكثر أو الزيادة عليه، وهذا مما تجوزه العرب في الاستثناء. هنالك استثناء الشيء من غير جنسه، وهذا الاستثناء الذي يطلق عليه علماء العربية بالاستثناء غير الحقيقي أو الاستثناء الذي لا معنى له، وهنا يأتي مثلا بمعنى لكن، يعني الاستثناء بلكن يطلقون عليه بالاستثناء المنقطع، ولا بد بأن يرتبط المستثنى منه والمستثنى. لذلك قول الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن اتقى، أي لكن أنزلناه تذكرة. وقول الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي لكن من تولى وكفر. وهنالك ما يستثنى بإلا المتصل، يعني يكون الاستثناء بإلا متصلا وله أحوال عدة، من أحواله وجوب النصب بإلا، وجواز النصب والبدلية، ووجوب أن يكون على حسب العامل الذي دخل عليه العامل الذي قبله، فيجب فيه نصف المستثنى بإلا في حالة إذا وقع في كلام تام موجب، سواء أتأخر عن المستثنى منه أم تقدم عليه. فمثلا قولنا ينجح التلاميذ إلا الكسولة، ينجح التلاميذ إلا الكسولة، فهنا إلا نصبت الكسول، والثاني ينجح إلا الكسولة التلاميذ تقدمت أو تأخرت، فهنا في هذه الحالة نصبت. ومنه أن يقع في كلام تام ليس واجب منفي أو شبه منفي ويتقدم على المستثنى منه، نحو ما جاء إلا جريحا واحدا، ما جاء إلا جريحا واحدا أيضا نصب، أيضا هنا نصب بأداة الاستثناء. يجوز في المستثنى بإلا أيضا وجهان، جعله بدل من المستثنى منه ونصبه بإلا، ذلك إذا وقع بعد المستثنى منه في كلام تام منفي أو شبه منفي، ضربنا مثالا نحو ما جاء القوم إلا علي، ما جاء القوم إلا عليا
وتقول في شبه النفي لا يقوم أحد إلا سعيد، إلا سعيد هنا جاز الوجهين، الأول إلا عليا نصب، والثاني إلا سعيد رفع. وتقول إلا سعيدا هنا يجوز الوجهين في حالة النفي وفي حالة شبه النفي، ويجوز يقول والنصب والنصب من ذلك قول الله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك، وجاءت في قراءة فيها الرفع إلا امرأتك، جاءت امرأتك وجاءت امرأتك، جاءت بالرفع وجاءت بالنصب، فجاء جاز بها الوجهين. وكذلك من أمثلة الاستثناء الذي يطلق عليه البدلية والكلام فيه منفي قول الله تعالى ما فعلوه، الكلام منفي، إلا قليل منهم، إلا قليل منهم، هنا جاء إلا أداة الاستثناء ماذا فعلت؟ رفعت ولم تنصب. وقرئ إلا قليلا بالنصب جواز الوجهين. ومن ذلك لا إله إلا الله بالنصب، وفي قوله وما من إله إلا إله واحد، هذا ماذا؟ هذا بالرفع. وقول الله تعالى وما من إله إلا الله جاءت أيضا هكذا في آل عمران، وما من إله إلا الله جاءت بماذا؟ جاءت بالكسر يعني. وأيضا من أمثلة الكلام شبه المنفي والذي يطلق عليه بالاستثناء الإنكاري، من ذلك قول الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقوله ومن يقنط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقد يكون النفي معنويا ليس بالأداة، فيجوز فيما بعد إلا وهي أداة النفي وجهان، البدلية والنصب بألا، البدلية يكون بالرفع والنصب بإلا، النصب يعني، وتكون البدلية أي الرفع أولى، فتقول تبدلت أخلاق القوم إلا خالد، إلا خالد، فهنا يعني إلا خالد، وتقول وإلا خالدا يجوز، لكن الأولى هو الرفع وتقول إلا خالد، المعنى لم تبقى أخلاقهم على ما كانت عليه، لم تبقى أخلاقهم على ما كانت عليه. كذلك يجوز في مسألة ما أحد يقول ذلك خالد رفع بعد إلا، وهو ما أطلقنا عليه وما بيناه في البدلية، فتقول ما جاءني من أحد، يجوز أن تقول إلا خالدا ويجوز أن تقول إلا خالد، لكن يعني بالنصب على الاستثناء وبالرفع على البدلية كما يطلق عليه علماء العربية. وفي القرآن الاستثناء الذي أعطى معنى النهي، ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني هنا نهي، نهي عن أن تقول على الله إلا الحق. يكون الاستثناء أحيانا يعطي معنى النفي المعنوي كقول الله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هنا نفي معنوي، يعني نفى الله عز وجل عن نفسه ألا يتم نوره، ألا يتم قرآنه أو ألا يتم الحق أو ما إلى ذلك. ومن الاستثناء أيضا، من الاستثناء أيضا أن يحذف المستثنى منه فتجعل واحدا من المستثنيات معمولا للعام وتنصب ما عداه، فتقول ما جاء إلا سعيد وإلا خالدا إلا إبراهيم، إلا إبراهيم. ومن الاستثناء أن يذكر المستثنى منه والكلام مثبت، فتنصب
الجميع على الاستثناء نحو جاء القوم إلا سعيدا إلا خالدا إلا إبراهيم، كله منصوب. ومن الممكن أن يكون الاستثناء بإلا المنقطع، فسواء كان الكلام موجبا أو منفيا، فتقول جاء المسافرون إلا أمتعتهم، جاء المسافرون إلا أمتعتهم. ومن الاستثناء المنقطع في قول الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هذا يسمونه الاستثناء المنقطع. وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، هذا استثناء منقطع. وهنالك الاستثناء بغير وسوى، وقلنا تكون سوى وتكون سوى، يعني تكون بالكسر وتكون بالضم ونحو ذلك. وهذا الاستثناء يكون في غير نكرة، يعني نكرة شديدة الإبهام والتنكير، ونحو جاءني رجل غيرك أو غير خالد، جاءني رجل غيرك أو غير خالد. وبعضهم يقولون هنا لا يوصف بها إلا نكرة، لكن ليست نكرة يعني شديدة الإبهام والإيغال أو شبه نكرة، ما أو المعرف بأل، بأل الجنسية. ومنها في قضية في مثلا سوى، تقول جاءني رجل مثلك أو سواك أو شبهك أو نظيرك أو شبهك أو نظيرك، وتقول جاء القوم غير خالد، هذا الاستثناء بغير، الاستثناء هنا بغير، وتقول ما احترقت الدار غير الكتب، هنا جاء استثناء الكتب. ومن ذلك قول الله تعالى في القرآن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قرئت غير وقرئت غير غير وقرئت غير بالنصب وبالرفع، وتقول ما جاء غير زيد، وتقول غير زيد يعني بالرفع، وتقول غير زيد، وتقول ما رأيت غير خالد، وهكذا. وهنالك استثناء بخلا وعدا وحاشا، وهذه خلا وعدا وحاشا يقول عنها علماء العربية بأنها أفعال ماضية، تعطي معنى الاستثناء ويستثنى بها كما يستثنى بإلا، ويستثنى بها وتعطي حكم النصب والجر، فتنصب على أنها أفعال ماضية ويكون ما بعدها مفعول به، وتجر على أنها أحرف جر شبيهة بالزائد نحو جاء القوم خلا عليا أو علي، تقول عليا أو علي. والنصب بخلا وعدا يكون أكثر كثير، والجر بها كما يقول علماء العربية يكون قليل جدا، والجر بحاشا يكون كثير، والنصب بها يكون قليل. يقول إذا جررت بهذه أدوات الاستثناء هذه يكون الاسم الذي يجار بعدهن يكون مجرورا لفظا منصوبا محلا على الاستثناء، وهكذا. ومن العلماء من جعلها أفعالا لا فاعل، لا فاعل لها ولا مفعول، هذه الأدوات الثلاثة عدا وحشا وخلا، من جعلها أفعالا لا فاعل لها ولا مفعول، يقول لأنها محمولة على معنى إلا، فهي واقعة موقع الحرف، والحرف لا يحتاج إلى شيء من ذلك فيما بعدها، ويكون فيما بعدها منصوب على الاستثناء حملا لهذه الأفعال. وبعض أهل العلم يقولون إن حاشا فعل لكن لا فاعل له، والنصب بعده إنما هو إننا حملناه على إلا، ولم يعني بعض العلماء لا يدخلون خلا وعدا، لا يدخلونها بأنها أفعال،
أخيرا علينا أن نعرف بأن هنالك فرق بين إلا ولكن، والاستثناء هو تخصيص من صيغة عامة، فأما لكن هي تحقيق إثبات بعد نفي، تحقيق إثبات بعد نفي أو نفي بعد إثبات. تقول ما جاءني زيد لكن عمرو، جاءني وأتى عمرو لكن زيد لم يأتي، فهذا أصل لكن وليس باستثناء في التحقيق. وقال بعضهم قالوا الاستثناء هو إخراج بعضهم من كل، فهذا الفرق بين لكن وإلا. الفرق بين الاستثناء والعطف، فإذا قلت ضربت القوم فقد أخبرت أن الضرب قد استوفى القوم، ثم قلت وعمرا فعمرو غير القوم، والفعل الواقع به غير الفعل الواقع بالقوم، وإنما أنت ماذا أشركته معهم، ضربت القوم وعمرو في فعل ثان، وليس هذا حكم الاستثناء، لأنك تمنع من الاستثناء أن يصل فعلك إلى جميع المذكور. فهنا هنالك فرق بين الاستثناء وبين العطف. فالاستثناء يخرج الخاص من العام، والعطف يعطف الشيء على الشيء الذي قبله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.